رجل قروي من عبق الماضي، يبلغ من العمر 69 عاما. استهواه التصوير فخلد تراث قرية بأكملها. عباس علي حسين متروك، مواليد 1947، 69 سنة عمري. عندي أنا 6 بنات كلهم زوجات زوجين، عندي 5 صبيان. بدأ مداعبة معشوقته الكاميرا وهو شابا، ورغم بساطة الإمكانيات المتاحة إلا أنه خلد ذكريات متناقضة بين ابتسامة وحزن. صورت أنا كان عمري يمكن كم تقريبا في التصوير، يمكن 25 سنة كنت أصور عمري 25 سنة أصور. أول ما أخذت كوداك، كاميرا كوداك، وصورت أولادي وجماعة الحين راحوا الله يرحمهم، كلهم راحوا الله يرحمهم، مدلين الشباب كلهم راحوا، حج صالح الله يرحمه، حج أحمد من يوسف الله يرحمه، حج حسين من حج عبد الله الله يرحمه، حج علي من البحرين. في العام 1986 قام بتوثيق أول رحلة برية للعمرة كأول فيديو قام بتصويره لأبناء قريته. أول فيديو لي في الحجاج مع العمرة عيسى القصاص، صورتهم 86 افتتاح الجسر تقريبا بكم شهر قمت أصور. أنا جاي كانت النقل الجماعي، جاء أول رحلة من السعودية إلى هنا، نقل الجماعي إلى المعامير نقل الجماعي، فأنا صورتهم بعد، صورتهم من نقل الجماعي 3 باصات نقل جماعي صورتهم، وكان هني المعامير ما كان بيوت، هني ما مش بيوت، معامير أرض كلش فاضية. لم يكن الفارق بين تصويره الفوتوغرافي وتصوير الفيديو كبيراً، فخمس سنوات كانت كفيلة بأن يجمع بين مهارات التصوير. تقريبا عمري يمكن 25 سنة كذي، 28 سنة عمري كذي متصور فوتوغرافي. الفيديو من 86 متصور، يمكن 30 سنة عمري متصور الفيديو. تنوعت آلات التصوير التي يمتلكها، منها ما هو باقي إلى الآن كذكرى جميلة، ومنها ما رحل مع مرور الزمن. هي سوني بس صغيرة وما جات تي، بعدين عقب السوني أخذت باناسونيك الكبيرة، الباناسونيك خوب الكاميرات الفوتوغرافية عندي كانت فيدفورد سفية الصنع، فيدفورد هذه تقدر تقرب الصورة للفوين تقربها فيدفورد، بس هذه أهديتها واحد صديق، أهديتها إياه قال لي أبويا أهديتها إياه فيدفورد. بعدين عندي كانون، هاي كانون واهبنها لي يبنها لي علي ولد أخوي من لندن، كان رايح جابها لي كانون كاميرا كوداك. لم يكن شخصا عاديا، فهو السباق لاقتناء كل ما هو جديد. أول فيديو يمكن في المعامير أنا وعباس محمد عباس، قيمة 600 دينار أنا أخذت فيديو، كان فيديو 600 دينار قيمته، ما حد يأخذ فيديو لو الغالي ما حد يأخذ. أنا أول فيديو يمكن في المعامير أخذت أنا 600 دينار، أنا الأول روح أرادوس استوديو أرادوس الحورة هناك ناخذ الأفلام مال كل مرعبة الأفلام اللي ناخذها. كان أنا ماخذ مسجل بالأقساط، بعد كان عباس أحمد الله يرحمه ماخذنا بأقساط 50 دينار قيمتها، ماخذنا بأقساط المسجل بأقساط فيها ساعة
وفيها وهي مسجل مقتنى باقساط 5 دينار الشهر الأول، يعني مسجات غالين والحين. علمني من تكون يا أبو شكيل. على اختلاف مناسبات القرية كان الحاج عباس حاضراً بقوة بكاميرته ليسجل في كل مرة فصلاً جديداً من فصول قريته. صورت تأبين الشيخ حسين أحمد يوسف الله يرحمه، تأبينه صورناه، وصورنا بعد من عرس مهدي، صورنا عرس مهدي وعرس أحمد ود حج علي بن هلال ود أحمد ود محمد علي مدن رائد، بعد صورنا بعد في أعراس وخطوبات. خطوبات في هنا عندنا موجود، الناس توفوا أكثرهم كلهم راحوا، أكثرهم كلهم راحوا الله يرحمهم كلهم راحوا، تأسفت يعني كلهم راحوا. ذكريات تمر بمخيلة الحاج عباس ترى فخره بين أهداب عينيه ونبضات قلبه، فهي ساكنة بين الضلوع لا يمكن أن تفارق الجسد. في شوبة كلهم الله يرحمهم كلهم موجودين عندي أنا في الفيديو، تصوير فيديو موجودين، يعني عندي تراث مال بلادي أنا المعامير، تراث عندي. عندك حج أحمد حج حسن، حج أحمد حج حسن هذا هاريستانس إذا صورني يجي يحضن الكاميرا الله يرحمه، حتى يقول شوفوا عزم عزم عزمت عليه أبو فاضل توديني العكر، يقول عزمت عليه توديني العكر، يقول ولا عمرك طويل مرافق حياكم هذا. ايه يا الله من جد، يا الله من جد عزم عليني وديني العكر. من جد ان شاء الله عمر طويل. من جد عزم عليني توديني العكر كالي بس. لا فاضل هم الله مساكين هذول ماتوا كلهم ماتوا رجال الدير هذا. هذه أحسن موقف، هذه رجال الديرة أول شيء أولاد ديرتي وأفتخر بهم الله يرحمهم. ما قد يعني قالوا لي هذا أبو فاضل لا تصورنا، ما قد تعترضوا علي، أنا يستأنسون بي بالتصوير، ما اعترضوا أبدا علي أنا. لما الله استخارهم الله يرحمهم ما اعترضوا. لم تكن المادة وحصوله على المال الدافع وراء قيامه بالتصوير، إنما الشغف وحب التوثيق كان الهدف الأسمى الذي يسعى إلى تحقيقه. أنا صورت بديكسكو بفلوس، وبعدين لين أعطوني مبلغ رمزي الديرة اللي أصورهم بغنصر، مبلغ رمزي يعطوني، ما أقول لهم القيد مش كل غيري يعني. اللي بيعطوني يعطوني إياه، ما أقول لهم لا. عائق العمر كان السبب الرئيس وراء توقفه، ولكن ابنه فاضل كان خير خليفة له. بعد العمر له معنى، خلت لفاضل المجال يصور. فاضل أول شيء أخذها وراثة مني أنا، قام يصور وتدرج لما قام حين مصور يعني بديع يعني في التصوير على الكاميرا البنصريك هذه درب. المواقف المضحكة لم تغب عن ذاكرة الحاج عباس، فكان لها نصيب من الذكر. بالنسبة لحاج محمد علي الله يرحمه، توفى هو بعد محمد علي ملاكر، كنت أصور أنا عندي شريط رجال القرية يعني أخذ أصورهم زين، من جملتهم هذه حج محمد علي، وجهت عليه الكاميرا صورة، وحج حسين يطالع، حج حسين العربي يقول تروح انت من هناك، يقول لي روح انت من هناك، يقول له هذاك حج حسين صادق 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 عافية عافية ابو فاضل صادق ما يبغى يصورونه هذا محمد علي.
بعد سنوات من الاحتفاظ بهذا الكنز التراثي، كان لابد من إظهاره للملأ على يد إنسان آخر مواكب لتطورات هذا الجيل. يعني كنت مجمد الأشرطة اللي عندي، أنا جمدنهم ولا لا أدير أحد يدرى عنهم، مش عندي ما عندي. بعدين هذي أحمد ود عمي ود علي سواهم في سيدي، قالوا هذي عنده ثروة، بس ما توك عنده ثروة، احنا ساكتين عنه. الأشرطة هذي فوق 400 شريط، وش اللي يخلصهم 400 شريط. الخوف من اندثار تراث القرية كان الحافز الأكبر لابن عمه أحمد للتطوع ونقل هذا الإرث لأبناء قرية المعامير. أنا كنت متخوف بداية، كنت متخوف أن أبو فاضل ما يعطي نشطة، لأنه كان يعني محافظ على الأشرطة، ما يعطيه أي أحد الأشرطة. فأنا جيت له من باب نواش، من باب أنه لازم نحفظ التراث حق الجيل الجاي، فجيت من هالطريق. فقال لي يعني ما مانع أبو فاضل، وأعطانا الأشرطة. فتحت الموضوع شلون، قلت له نحفظ هالتراث مال الديرة، وجيت له قلت له يعني إن عشان هالأشرطة أنا خاصة بيضيعون، أو إنهم مع مرور الزمن بالحرارة يختربون. فأنا قلت له عنا يختربون، فأنا مستعد إن أحول أشرطة. وعن شعوره عن الشيء الذي يؤديه تحدث قائلا: شعور ان قاعد ادي واجب حق قريتي، لان يعني ابناء القريه يعني يتلهفون انهم يشوفون الايام اللي راحت، وش يستعيدون الذكريات الاوليه، ابائنا يستعيدون الذكريات، الابناء انهم يعرفون وش كان الاباء يسوون. لا يخلو أي عمل من الصعوبات، ولذلك كانت بعض هذه الصعوبات تقف في وجه الشاب أحمد خلال عمله في نشر هذا التراث. صعوبة الحصول على الجهاز لشغل الأشرطة بصعوبة حصلته، خصوصاً أجهزة البيتاماكس كان نادر، فالصعوبة أن حصلت عليه. وعندما سألناه عن الطريقة التقنية لأرشفة هذه الفيديوهات القديمة، تحدث أحمد موضحا: أخذ الشريط، أخلي في الكاميرا أول فيديو أو شو اسمه، عن طريق جهاز هذا يوصل بين الكمبيوتر وبين الفيديو. فهذا شغلته إنه يحول الإشارات من أنالوج إلى ديجيتال عشان يقبله جهاز الكمبيوتر. وعلى رغم المواقف والتحديات التي اعترضت طريق هذا الشاب، إلا أنه ظل صامداً مصراً على تحمل هذه المسؤولية. جاني اتصال، يعني كان من العلماء، كان فيه التسجيل عالم من العلماء منطقة، اللي هو يعقل قران على واحد يعقل قران، يعني كان على وضع عادي. بس أنا جاني اتصال من ابن الشيخ، قال إحنا ما نرضى إنك تنشر هذا، إنها يعني أولاد يعني الشيخ ما يرضون. فأنا سيدة حذفته، قلت يعني ما بيعور راسي فحذفته. كان على الرغم إن كان الفيديو عادي، ما في شيء، ما في سلبيات أو شيء، كان وضع طبيعي. وكما أن للعمل صعوبات، هناك محفزات لا تخلو من رسم البسمة. أستاذ من الأساتذة جاني حضني، قال يعني ما شاء الله عليك تنشر الفيديوهات، يعني كتراث، شجعني أن أواصل هالطريق. ولأن التصوير هو إيقاف لحظة من الزمن لتبقى ذكرى للأبد، كان الحاج عباس والشاب أحمد خير مثال لتجسيد هذه المقولة على أرض الواقع.